هذا بلاغ الله يسقي روحنا نورا يفيض سكينة وجلالا. املأ فؤادك من رحيق كلامه، جدد به الإيمان والآمال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في دقائق مع فرائد القرآن الكريم وبيانه المعجز، ومع وقفة لطيفة تسترعي الانتباه، ذلك أننا حين نتلو الآيات الكريمات في سياق الترغيب في الصدقة وبيان أهلها نلحظ أمرا دقيقا، ولعلك أيها المشاهد الحصيف تدرك ذلك، وأنا سأتلو عليك الآيات بعد قليل، فتأمل ما فيها من جمع وإفراد. يقول تبارك وتعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. تبين لك الآن أيها المبارك أن المذكورين في الآيات الكريمة عبر عنهم بالجمع: ذوي القربى، اليتامى، المساكين، الفقراء، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، وهكذا. لكن صنفا واحدا اضطرد ذكره بالإفراد في جميع الآيات السابقة، بل في جميع آيات القرآن الكريم في المواضع الثمانية التي ورد فيها، وهو ابن السبيل. السبيل هو الطريق، والمراد بابن السبيل المسافر، وسمي بذلك لملازمته الطريق في السفر، ولأن الطريق تبرزه فكأنها ولدته فهو ابن لها. والإشارة لابن السبيل تخص من انقطع به الطريق دون غايته، فأصبح منفردا غريبا حتى لو كانوا جماعة. والقرآن الكريم حين أفرده في سياقات الدعوة للعطف عليه وبذل المعروف له لإظهار معنى انفراده عن أحبابه ووطنه وأصحابه، فهذا الصنف وإن كان جمعا فينبغي أن يكرم ويبذل له. وفي إفراد ابن السبيل إشارة إلى أنهم صنف قليل قياسا ببقية الأصناف المعدودين معهم في الآيات السابقة. وبهذا الإفراد يلفت القرآن أنظار الناس إلى أن هذا المنفرد قد لا يفطن إليه كثير من الناس لغربته ولعدم معرفته بالبلد، كما أن التعبير عنه بالمفرد من باب الإشارة إلى ما هو عليه في الواقع، فهو وحيد فريد تعطيفا للقلوب على من هم في تلك الحالة الداعية إلى العطف والرأفة به. وهكذا أيها الكرام كان التعبير عن ابن السبيل بالإفراد أعظم بلاغ وأدق بلاغة، وهو نموذج من دقيق استعمال القرآن الكريم لصيغ الإفراد أو الجمع. رزقنا الله وإياكم من علوم كتابه العزيز، وجعلنا من أهله العاملين به، وإلى لقاء آخر من بلاغ، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا بلاغ الله يسقي روحنا نورا يفيض سكينة وجلالا. املأ فؤادك من رحيق كلامه، جدد به الإيمان والآمال.